حياكم الله مشاهدينا. في سيناريو مكرر ليوم أمس ولكل الأيام التي خلت، لا زال نظام الأسد والميليشيات المساندة له تحاول الانتحار على أعتاب المناطق المحررة وتنجح في محاولاتها. كثيراً ما رسمت أحلاماً بين المؤيدين ومن يرى في العدوان الروسي طوق نجاة لقوة الأسد التي اقتلعت أصلاً من كل المناطق التي تحاول اليوم الهجوم عليها. لكن لماذا دفعت هذه القوات فجأة إلى تلك الهوة؟ وما هي الخطط التي بني عليها الهجوم؟ أغلب المعطيات تشير إلى وجود خطة روسية تقضي بالدفع بمقاتلي النظام إلى المنطقة الفاصلة بين ريفي إدلب وحما للسيطرة عليها للفصل بين الجبهتين وإضعافهما، وبالتالي إحاطة سهل الغاب المهم للأسد وتسوير الساحل معقل العلويين الأساس. لكن كل ذلك يبدو أنه أفشل تماماً بصواريخ الثوار التي ارتكبت مجزرة دبابات بالأسد وأسقطت طائرات اليوم، ولا زال أصحابها صامدون في أماكنهم. في ملفنا الثاني، روسيا المنقذ المنتظر تحاول أيضاً أن تكون فعالة أرضاً، لكن دون أن تدفع بجنودها للمحرقة. وعلى هذا الأساس ترعى مفاوضات جدية بين البايادي والنظام للقتال جنباً إلى جنب في الجزيرة، والشماعة طبعاً محاربة تنظيم الدولة. لكن هل انقطعت المفاوضات والتنسيق بين الطرفين لتبدأ الآن؟ وماذا يمكن أن تضيف روسيا لهكذا طبخة؟ نناقش كل هذا بعد قليل، ابقوا معنا. استكمل الثوار وتصديهم للهجوم العسكري البري الذي بدأته قوات النظام والميليشيات المساندة لها في ريف حما مدعومة بغطاء جوي روسي، واستطاعوا إسقاط طائرة مروحية وإعطاب أخرى حسب إفادات الناشطين. تأتي هذه التطورات في وقت تعجز فيه قوات النظام عن إحراز أي إنجاز على الأرض على الرغم من العدوان الروسي المتواصل جواً. نتابع التفاصيل. يوم جديد من الهزائم يمنى بها نظام الأسد في ريف حما رغم إسناد قواته بالغطاء الجوي الروسي، حيث تصدت فصائل الجيش الحر للهجوم الذي شاركت فيه الميليشيات الشيعية وميليشيا الدفاع الوطني في ريف حما الشمالي، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. كما أسقط الثوار مروحية للنظام في قرية كفر مبودة بريف حما، وتواردت أنباء عن إسقاط مروحيتين في ذات المنطقة، فيما أفاد ناشطون في ريف اللاذقية عن تمكن الثوار من إعطاب مروحية أخرى في بلدة سلمة. وفي جبل الأكراد قتل وجرح العشرات من قوات النظام خلال المواجهات التي لا تزال دائرة مع الجيش الحر الذي أبطل هجوما من عدة محاور شنته قوات النظام والميليشيات المساندة لها من قرية دورين مدعومة بالطائرات الروسية، وعادت تلك القوات دون أي تقدم يذكر، لتضاف هذه الخسائر إلى مجزرة الدبابات التي منيت بها قوات النظام يوم أمس. تعتبر هذه العملية العسكرية هي الأولى التي تجمع قوات الأسد والميليشيات المساندة لها وسلاح الجو الروسي، إذ تمتاز منطقة سهل الغاب بأهمية استراتيجية كبيرة كونها تمتد من جهة بين المناطق المحررة في ريف إدلب الجنوبي وريف حما الشمالي، ومن جهة أخرى تقع بمحاذاة معاقل النظام في الساحل السوري، ولذلك يحاول الأسد من خلال السيطرة عليها أن يؤمن معاقله هناك مستغلا الدعم الروسي الجوي، بيد أن النتائج الأولية للمعارك تعكس فشل استراتيجية النظام وعز قواته عن إحراز أي تقدم في المناطق التي يسيطر عليها الثوار، الأمر الذي يستحضر تساؤلات عن وجود خطط بديلة واستعدادات للثوار لمواجهتها بعد الانتصارات التي حققوها بمواجهات دبابات الأسد وطائرات بوتين. نناقش الموضوع مع العقيد الطيار إسماعيل أيوب، خبير عسكري واستراتيجي ينضم إلينا مباشرة من عمان، والعقيد فايز الأسمر، خبير عسكري واستراتيجي ينضم إلينا مباشرة من غازي عنتاب،
والنقيب أبو البراء قائد اللواء السادس في جيش النصر ينضم إلينا مباشرة من ريف حما. أرحب بكم ضيوفي الكرام وأبدأ معك نقيب أبو البراء. طبعا من آخر تطورات المعارك وطبعا إلى أين وصل الهجوم الذي قال النظام إنه يشنه اليوم على محاور سهل الغاب، ما هي آخر المستجدات؟ ألو، عفوا الصوت هل تسمعني الآن؟ ألو ألو، نعم أبو البراء، عفوا أنا لا ممكن تكرير السؤال لأنه ما وصل الصوت. نعم عن الهجوم، طبعا تطورات المعارك حتى هذه الساعة، وأين وصل هجوم النظام الذي يقول بأنه شنه على محور سهل الغاب؟ نعم، بدأ النظام منذ يوم البارحة منذ الساعات الصباح الأولى بالتمهيد المدفع كاسكتيف، حاول التقدم على أكثر من 5 محاور بأرض جبهة قرابة 45 كيلومتر ابتداء من تل عثمان من الناحية الغربية وحتى مدينة حتى قرية عطشان من الناحية الشرقية. استعمل كل أنواع الأسلحة، مستخدم الطيران الروسي بغزارة، لكن بفضل من الله باءت الحملة وفشل في كل المحاور. تم تكبيد خسائر فادحة بالأعتاد والأرواح ليوم البارحة، 24 دبابة إضافة إلى 3 بي ام بيات، وتم اغتنام دبابة عدد 2، كما تم مقتل ما يزيد عن 200 من عناصر النظام. والأميز من كان بينهم هو عبارة عن جنرال روسي قائد الحملة من اتجاه في جبهة موريك. أما بالنسبة لليوم الحمد لله تم تدمير دبابتين على جبهة المغير إضافة إلى شيلكا، كما تم تدمير مدفع 57 وسيارة زيل في جبهة الصخر. أما بالناحية الشرقية من جهة عطشان تم تدمير تريكس وتم تدمير دبابة، إضافة إلى تدمير دبابة في خربة الناقوس بعد أن فشل بالريف الشمالي. حاول يضغط بالساعات الصباح الأولى في اتجاه الغاب من خربة الناقوس، ولكن الحمد لله ما استطاع يحقق أي شيء على الأرض، مع أنه استخدم الطيران بغزارة جدا. كان اليوم معظم الطلعات الجوية عبارة عن رف جوي دائما، استخدم اليوم 4 أو 5 طلعات على شكل رف. باءت كل محاولاته بالفشل. على ذكر الطيران نقيب أبو البراء، تناقل الناشطون أخبار عن إسقاط طائرات، هل يمكن أن نتأكد من عدد هذه الطائرات وطبعا أماكن إسقاطها؟ ألو، هل تسمعني الآن؟ ألو، نعم هل تسمعني؟ ألو، هناك أخبار تحدث الناشطون عن إسقاط عدد من الطائرات، هل نتأكد من العدد وأماكن إسقاطها؟ تم إسقاط طائرة مروحية استهدفت من مضادات الأرضية متواجدة في كفرنبودي. الطائرة أسقط شرق مدينة كرناز ضمن مناطق النظام، في حين تم إصابة طائرة ثانية وتصاعدت منها ألسنة الدخان، إلا أنها تمكنت من العودة وغادرت المنطقة المتواجد فيها السوار باتجاه المطار، ولا نعلم عن مدى إصابتها أو وضعها، هل هي وصلت المطار أم أنها سقطت الطائرة الثانية، ما في شيء مؤكد، إنما الطائرة الأولى تم إسقاطها في أراضي كرناز من الجهة الشرقية. نعم، أذهب إليك عقيد إسماعيل أيوب. طبعا أريد أن أركز على ما قاله النقيب أبو البراء بأن الطيران اليوم كان على شكل رف، ويبدو أنه أسلوب جديد للطيران. الطيران المروحي اليوم حلق على ارتفاعات منخفضة كما أظهرت الصور التي بثها ناشطون، هل تعتقد أن الطيارين روس أو المروحيات من نوعية جديدة أم أنها مغامرة فقط، لأن حجم الخسائر كان كبير حقيقة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، تحية لك والمشاهدين والمجاهدين على أرض المعركة. الحقيقة أن الروس نفذوا في الأيام السابقة عملية جوية مكثفة استهدف فيها أهداف ذات الأفضلية الأولى، وهذه العملية ولله الحمد امتص فيها الثوار الصدمة وتخلصوا من الضغط النفسي الذي كان يصاحب هذه الحملة الجوية الروسية، وهذا ما دفعهم لأخذ زمام مبادرة وما دفعهم للتوحد على الأرض. أما بالنسبة لسؤالك اليوم عن تواجد الطيران الروسي في أشكال
رفوف أو أزواج أو جماعات وظهور حوامات على ارتفاع منخفض. نعم. طبعا الروس أتوا بالحوامة 124 وهي حوامة معروفة تسمى يعني الدبابة الطائرة، تحمل الكثير من الأسلحة الموجهة وغير موجهة، وأتوا بشكل بتكتيك جديد من الأعمال القتالية الجوية بالنسبة للطائرات المروحية، وهو الطيران على ارتفاع منخفض ومباغتة العدو المفترض الذي يظن أن الحوامات ستأتيه كحوامات النظام. طبعا من خلال هذه الطائرات أنا أجزم أن الطائرات الروسية وأن الطيارين نفذوا فيها ضربات كانت مفاجئة للثوار، وهذا ما يدعوني لأوجه لهم يعني هذه الرسالة. الروس بارعين في استخدام هذه الحوامات على الارتفاعات المنخفضة. عليكم أن تضعوا راصدين رصاد في كافة المناطق الحاكمة ولكي يخبروكم في أماكن واتجاهات وتوجه الطائرات، ولو أن الثوار كانوا مستعدين في منطقة كفرنبودي لأسقطوا الحوامات الأربعة، لأن من السهولة بمكان إسقاطها من خلال الرشاشات المتوسطة والخفيفة. أما بالنسبة للطائرات الحربية التي حلقت بكثافة، فأنا أجزم أن البنك الأهداف في هذه المنطقة قد انتهى من خلال الضربة الكثيفة الأولى، الذي يعتبر بالنسبة للطيارين الروس يعني ضربات سهلة لأنها تحسب مسبقا، ويعني يقلع الطيار على هدفه من خلال أجهزة متطورة، يقصف على ارتفاع 5 كيلومتر، هو عمليا لا يرى الهدف في النظر، إنما يقصف على الأحداثيات ويصيب هدفه بدقة. أما من 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 خلال أو من بعد ما انتهاء الضربة الكثيفة الأولى التي قام بها الطيران الروسي والتي استهدف فيها أهداف أفضل أولى، فسوف يصعب عليها من الآن وصاعدا استهداف الثوار بعد أن انتشروا وغيروا أماكن تواجدهم وغيروا مقراتهم، وهذا سيصعب على الطيران الروسي ضرب هؤلاء الثوار، لأن الطيار في هذه الحالة يحتاج إلى موجهين أرضيين أو إلى الطيران على ارتفاعات منخفضة لكي يرى هذه الأهداف ويصيبها، وهذا ما يسهل على إخواننا المجاهدين هناك باستهداف هذه الطائرات بالرشاشات أو بما تيسر من المضادات الأرضية. نعم. عقيد فايز الأسمر، طبعا استراتيجيا وعسكريا، هل تكمن أهمية هذه المناطق التي تدور فيها المعارك الآن فقط لأنها محاذية للساحل وقرى العلويين في سهل الغاب، أم ثمة خطة روسية فعلا لاختراق الجبهة ككل؟ بداية أخت هاجر، السلام عليكم. وعليكم السلام أختي هاجر. بالنسبة بداية بدي أقول أن العقيدة القتالية الروسية والعقيدة الشرقية يبدو أنها فقدت الانتقائية للأهداف وأفضليات الأهداف، فهي تتبع الآن سياسة الأرض المحروقة والتدمير الممنهج، وعلى ما يبدو أن الحمد لله رب العالمين ثوارنا امتصوا موجة الصدمة والرعب التي أراد أن يحدثها الطيران الروسي والقوى البحرية الروسية بواسطة صواريخها البالستية، وتكيفوا معها وأخذوا الآن زمام المبادرة وبدأوا يذيقون الميليشيات الشيعية والروس المحتلين وجيش النظام الويلات على الأرض. أختي هاجر، أنا بدي أوجه رسالة عبر قناتكم للسيد لافروف الذي قال أنه ليس هناك هيكلية للجيش الحر، وللسيد المحلل الاستراتيجي ميتازوف، وأقول له أن الجيش السوري الحر جعل الدبابات السورية الروسية أصحح جعل الدبابات الروسية تطير وجعل الطائرات الروسية تزحف، هذا هو الجيش الحر الذي صدكم في معارك اليوم والأمس. أختي هاجر، روسيا للأسف قتلتنا 3 مرات وهي شريكة في سفك الدم السوري، قتلتنا بداية بفيتواتها سياسيا عندما منعت أي قرار يدير بشار الأسد والتدخل لإنقاذ الشعب السوري من ويلات النظام. الأمر الثاني، زودوه وطيلة الحرب وطيلة 5 سنوات بكافة الأنواع الأعتدة، وجعلوا جسرا جويا وجسرا بحريا يصل ما بينه وبين النظام.
لكي يقتل بالبراميل وبالكلور. والأمر الثالث أختي، الآن أصبحوا بتدخل مباشر بقتلنا وبأسلحتهم بكافة الأعتدة والأسلحة الحديثة. واضح عقيد فايز كل هذا الكلام. 25-27 أختي بالنسبة لسؤالك، تفضل. بالنسبة لسؤالك، العقيدة الروسية الآن والمخطط الروسي والنظام يبدو أنهم يريدوا أن يفصلوا الريف الشمالي لحماة عن الريف الجنوبي لإدلب، ويريدوا أن يؤمنوا خطوطا دفاعية عن المنطقة الساحلية أو سوريا المفيدة، نظرا من أجل وإيقاف النظام على قدميه من أجل طيب. أي مفاوضات. سأعود إلى هذا بالتفصيل، يعني اسمح لي سيد عقيد الأسمر، سأعود إلى كل هذا بالتفصيل، ولكن يجب أن نستغل أكثر ما يمكن ضيفنا النقيب أبو البراء من ريف حما من على الأرض. نقيب أبو البراء، هل تتوقعون الآن بعد هذه المعركة تعزيزات إضافية لمحاولة إنقاذ النظام أو إعادة الهجوم أو الاقتحام في المناطق التي خسرها خاصة أو التي دارت فيها معارك اليوم ومعارك الأمس؟ نعم أختي الكريمة، بكل تأكيد النظام سيحاول محاولات عديدة، وهذا الأمر نحن إن شاء الله محتاطين له في كافة القطاعات. تم العمل على هذا الأمر بحيث أنه تم تشكيل غرفة عمليات حماة بديرة 11 ضابط هم مشرفين على كافة الأعمال. زودنا بأجهزة اتصال مشفرة بحيث أنه النظام ما يحسن يأثر له ولا القوات الروسية على الاتصالات، لأنه الاتصالات المبارحة واليوم حقيقة هي كانت عصب المعركة. ولكن الهمة والأمور كتير جيدة، في حين أن المعنويات كتير عالية لفصائل الجيش الحر المتواجدة على الأرض، والكل أقسم على أنه هذا التراب السوري لن يطأه إلا السوريين أنفسهم. يعني الآن كيف هو الوضع بالنسبة لكل فصائل الثوار؟ هل يوجد تنسيق في الثلاث محافظات بالنسبة لإدلب وحما واللاذقية؟ كيف تسير العمليات العسكرية فيما بينكم؟ بكل تأكيد التنسيق موجود على كافة الجبهات وكافة القطاعات، التنسيق على أعلى مستوى. نحن تحضرنا للحملة قبل ما تبلش المعركة بأربعة أيام، مثل ما سبق وأسلفت أنه تم تشكيل غرفة عمليات حماة عبديرة 11 ضابط من الجيش السوري الحر بما فيهم جيش النصر. إضافة إلى ذلك تم تأمين الاتصالات اللازمة لهذا الأمر. قسمنا الجبهة لعدة قطاعات، كل قطاعات عم يديروا مجموعة، عم يتم التواصل بين القطاعات بشكل دائم وعلى مدار الـ 24 ساعة، ابتداء من خط الجبهة الملامس، خط التماس المباشر مع العدو، وحتى المقرات المتأخرة، مقرات الاحتياط. كل هذا الأمر موجود الحمد لله، ولكن ما ينقص الثوار هو المضادات الجوية، لأنه حقيقة التأثير الضربات الجوية الروسية بتكون على الأراضي وعلى الخطوط الخلفية، سواء على المقرات ولا على المدنيين، كتير عنيفة جدا. وهذا الأمر الشيء اللي ممكن يلتقى له حل، اللي هو بتأمين مضادات جوية في مشان التعامل مع هذا الموضوع. عقيد أيوب، أعود إليك، برأيك طبيعة الدور الروسي، هل اقتصر على الدعم والإسناد الجوي، أم تعتقدون أن الروس هم من وضع الخطط ودفعوا بالقوات البرية مع الميليشيات؟ عقيد أيوب هل تسمعني؟ وهم الذين الآن يقومون بكل شيء، والجيش السوري والميليشيات الإيرانية هي عبارة عن يعني متممات لما يقوم به الروس. الروس أنزلوا قوات برية قوامها تقريبا فرقتين، فرقة تنتشر في منطقة جورين وفرقة تنتشر شمال حلب باتجاه جبل زين العابدين. والخطة الروسية تقتضي القيام بضربات في ريف حماة الشمالي لجذب وسحب قوات الجيش الفتح وجيش النصر وما يعني وكافة القوات الثورية في هالمنطقة، لإيهامهم عن الاتجاه الرئيسي للضربة الروسية التي تقودها روسيا بقيادات روسية وحتى بقوات برية روسية معززة بأحدث الأسلحة،
وذلك من خلال جورين باتجاه جسر الشغور. الهدف الأساسي للحملة الروسية هي تحرير ما يسمى أو إعادة سهل الغاب وريف إدلب الغربي إلى حظيرة النظام، ورفع من مستوى معنويات هذا الجيش الخائب المهزوم جيش الأسد والميليشيات الإيرانية. وهناك ضربة ثانوية سيقوم بها لواء من مشاة البحرية الروسية باتجاه جبل تركمان وجبل الأكراد، معزز بحوالي 20 مروحية روسية. وسيتم، وأنا أحذر الأخوة هناك بأنه سيتم هناك إنزالات جوية من قبل الحوامات الروسية، كما حاولوا اليوم في ريف حماة الشمالي. لذلك يعني من الخطأ بمكان أن نقول أن الجيش السوري أو الميليشيات الإيرانية هي الآن من يتحكم بمفاصل المعركة في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي. الروس هم من يدير كل شيء، والروس لم يأتوا إلى سوريا لكي يحاربوا داعش، كما لم يعد هذا سرا على أحد، إذ أن ريف حمص الشمالي وريف إدلب وريف حماة لا يوجد فيه أي فصيل من فصائل داعش، ولا يوجد هناك جبهات متطرفة. هذا ما يعطي مؤشر كبير على يعني وضوح الرؤية لكافة المراقبين والمحللين العسكريين وكافة الدول العظمى بأن هدف الروس هو يعني الإبقاء على بشار الأسد، الإبقاء على هذا الشريك الذي باع روسيا، باع سوريا وما تبقى منها إلى روسيا، كما باع أبيها الجولان. أعود إليك عقيد فايز الأسمر، طبعا إلى ما أشرت إليها عن عملية أو محاولة فصل الجبهات الثلاثة اللاذقية إدلب وحما، كيف يمكن أن يتعامل الآن الثوار عموما في المحافظات الثلاث مع الهجوم فيما لو توسع أو أعيد باقتحام مجدد؟ طبعا أختي، الروس خطتهم واضحة في تدخلهم من أجل دعم الأسد وإعانته بإعادة السيطرة على ما تمكن من استرجاعه من الثوار، وخاصة في تخوم تلك المناطق سهل الغاو وما جاوره والمناطق الساحلية، ليحولها إلى خطوط دفاعية عن دولته المستقبلية أو الخطة بي يعني، أو الدولة المفيدة التي صرح عنها بشار الأسد في خطاباته. وأنا هنا الآن أحذر الثوار أنه ممكن أن تكون مثل ما قال العقيد إسماعيل أو أشار إلى الأمر هذا، أنه ممكن النظام والروس يشغلونكم باتجاه الضربات الثانوية. والآن اليوم ما لاحظناه أن الطائرات الخاصة بالإنزال تحوم فوق جبال الأكراد وجبل التركمان، فممكن أن يشغلونكم بالاتجاه الغاب ويقوموا باتجاه الضربة الرئيسية من اتجاه جبل التركمان، وينزلوا يقوموا بحملية التفاف بعيد ويأتوا للثوار من الخلف. نرجو من الثوار تمكين جبهة الساحل والدفاع عن تلك المناطق بعمق، الدفاع بعمق عنها واستخدام الكمائن النارية والمضادات في المناطق الحاكمة، وخاصة المناطق الجبلية التي يضطر أحيانا العدو أو الإنزال أنه يقوم فيها في الطرق الإجبارية. نعم أختي. أذهب إليك نقيب أبو البراء، هل تسمعني جيدا الآن؟ نعم طيب. العميد فايز أشار إلى عمليات إنزال في أماكن وعمليات إشراك لمقاتلين في أماكن أخرى، طبعا بناء على هذا الكلام، هل تتوقعون أن يتم فعلا قيام النظام بهذه المناورات؟ هل النظام قادر على هذه المناورات الآن حسب واقع الأرض؟ النظام سيحاول كل ما أتم القوة بأي طريقة أنه يسيطر على شبر واحد، وسيستعمل كل الأساليب. أما بالنسبة للإنزالات في ريف حماة فهو غير قادر على هذا الأمر، لأن المنطقة معظم المناطق المسيطرين عليها، والمناطق اللي خلف الخطوط التماس هي مناطق أغلبها مناطق سهلية،
فلذلك ما بإمكانه ينفذ هذا الأمر، من الصعوبة بمكان تنفيذ هذا الأمر، في حين يسهل هذا الأمر في جبال التركمان والمناطق الجبلية. بالنسبة لهذا الموضوع تم احتياطات كاملة، وخاصة بعد أنه ما تم اليوم الطلعات الجوية على ارتفاعات منخفضة، مباشرة تم تدارك الأمر وتم نشر الرشاشات المتوسطة ونصب كمان للطائرات، والحمد لله تم استهداف الطيارة وتم تدميرها، لأنه في حقيقة كان الأمر أنه الطيران على ارتفاع منخفض أقل من 100 متر، هذا سبب حالة مفاجأة لدى معظم الرشاشات، وما عرفت بالوهلة الأولى أنها كيف تتعامل معه، لكن لما نعود الكرة مرة ثانية تم استهداف الطائرة، تم استهداف الطائرات والحمد لله تم إسقاط الطائرة، لأنه تم الأمر والتعامل معه بكل جدية، بكل ما أتي الشباب من عزيمة وتصميم، وكانت الهمة كتير كتير عالية، والروح المعنوية كانت كتير رائعة لدى الشباب اليوم. أما مثل ما سبق وأسلفنا أنه هذا الأمر ممكن تنفيذه في مناطق الجبلية، لأنه عم يطير على ارتفاعات منخفضة لدرجة يعني. أشكرك النقيب أبو البراء قائد اللواء السادس في جيش النصر، كنت معي مباشرة من ريف حماة. ونبقى مع هذا التقرير، حيث تصدى الثوار في ريف اللاذقية لمحاولة تقدم قوات النظام وميليشياته المساندة في محيط مصيف سلمة، وكاميرا أورينت نيوز كانت قد زارت منطقة كفر مبودة التي قال النظام إنه سيطر عليها. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. منذ الصباح الباكر قوات النظام التابعة لحزب اللات والروس حاول التقدم الى نقطتين، هي نقطه حسيكو ونقطه كفر الباب. الحمد لله رب العالمين صديناهم مع غطاء جوي كثيف ومروحي وطيران مروحي غير مرتفع انه منخفض، والحمد لله صديناهم ودينا عقابهم. واليوم باذن الله تعالى بالليل في عمليه نوعيه، لان باذن الله للتقدم الى الامام اكثر باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، تم بأمر الله تعالى التصدي لمحاولة اقتحام قوات النظام النصيري المدعومة بحزب اللات والطيران الروسي، وبفضل الله ومنته تم التصدي لهم. ها هي قرية كفر دلبة آمنة بأيدي الثوار، ونقول إن جسس وفطايس النظام النصيري ها هي أشلاؤهم في السواقي، وهم في مجموعات محاصرة في الأسفل، ونقول لأهلنا أننا اليوم بإذن الله تعالى نعلن عن عملية نوعية للتقدم باتجاههم، وها هي قرية كفر دلبة والمحارس آمنة بيد الثوار وفضل من الله ومنته. بالرغم من الغطاء الجوي العنيف التي قامت به طائرات العدوان الروسي اليوم، بالرغم من إمداد قوات النظام بالقوات والمقاتلين الروس، بالرغم من الميليشيات الشيعية التي تدعم قوات النظام على محاور جبل الأكراد كما تشاهدون، بهذه المعنويات، بهذه الوجوه، بهذا السلاح يستقبل مجاهدو الساحل هذه المعركة. هكذا تم دحر قوات النظام اليوم من منطقة كفر دلبة، ونحن الآن نعود ونقول نحن الآن في كفر دلبة ننفي نفيا قطعيا دخول قوات النظام والسيطرة على هذه المنطقة. محمد الأشقر، أورينت نيوز، من محارس الثوار في كفر دلبة ريف اللاذقية. على فكرة اليوم نزلنا لهم طيارة أباتشي، الحمد لله رب العالمين تم إسقاط طيارة أباتشي، بس ما صورنا، الحمد لله رب العالمين انصابت وانفجت نزلت بالنهر، الحمد لله رب العالمين. أعود إليك عقيد فايز الأسمر، طبعا ما زال حتى الآن النظام يروج لعمليات خاصة بمنطقة الساحل، يعني برأيك هل حتى الآن ما زال لديه القوات وما زالت لديه الأعداد الكافية حتى ينتشر ويقاتل ويتواجد على كل هذه الجبهات مرة واحدة؟ أختي هاجر، تعلمنا من خلال 5 سنوات النظام أصبح يقينا عنده أمر أنه أنا ميت ميت، فلا يكف عن محاولاتي، النظام لن يكف عن محاولاته نهائيا في سهل الغاب وفي جبال الساحل. مثل ما قلنا يخشى من الإنزال في جبال العلويين نظرا للاستفادة من العلو المنخفض الذي تطير به المروحيات، مثل ما قال أخونا النقيب أبو البراء
في سهل الغاب من الصعب أن تقوم به عمليات إنزال لأن الأرض مفتوحة وسهلية، وأثناء إبرار القوة الإنزال يتم التصدي لها كما تصدوا اليوم وأسقطوا المروحية، حاولوا الإبرار بهالمنطقة، ولكن الخاسرة ممكن أن تكون خاسرة الإنزال عبر الجبال، جبال التركمان وجبال العلويين ومنطقة سلمة، فيرجى أخذ الحذر والحيطة من تلك المناطق، وعلى الثوار تعزيز خطوط دفاعاتهم، ومثل ما قلنا الأمور الكمائن وما شابهها. أختي إذا سمحت لي بس أنا بدي أوجه رسالة ل... لم يتبقى لدي المزيد من الوقت، باختصار لو سمح. لو نصف دقيقة إذا سمحتي، نصف دقيقة. أختي أوجه رسالة إلى الشعوب العربية وإلى حكام العرب، أقول لهم إن سوريا تقاتل يعني عن جميع الأمة العربية والإسلامية، وهي تتصدى للمد الشيعي وللحركة الصفوية وللهلال الشيعي ومن تصدير الثورة الإيرانية. أعذرني على المقاطعة، فقط سؤال باختصار. سؤال باختصار عقيد أيوب، إمكانية الإنزال في المناطق الجبلية مثل ما أشار إليها العقيد الأسمر، كيف تراها أنت؟ لا يستطيع أن يعني لا تستطيع القوات الروسية في جبال التركمان تنفيذ أعمال قتالية إلا من خلال الإنزالات الجوية التي أعدوا لها وحضروا لها مسبقا، وهناك قد جلبوا ضباط من الطائفة العلوية في الحرس الجمهوري والقوات الخاصة من أبناء المنطقة المجاورة لمناطق الثوار، لكي يعني يساعدوهم ويرشدوهم على المناطق التي يمكن أن يتم فيها عمليات الإنزال من خلال تبادل المعلومات. ومن هنا يعني نقول لإخواننا الثوار في جبال التركمان والساحل، عليكم بالوديان بين الجبال، سوف تتسلل الحوامات من هذه الوديان للوصول إلى مناطق إبرارها، لذلك عليكم نصب كمائن من الرشاشات الخفيفة والمتوسطة هناك. هناك لواء مشاة بحرية روسي قد جلبوه من جزيرة القرم ومن أوسيتيا الجنوبية للقيام بهذا العمل، ويعني يقال أن هؤلاء مدربون على هذا النوع من أنواع الأعمال القتالية وهو القوات الخاصة. شكرا لك عذري على المقاطعة، أشكرك العقيد الطيار. لم يتبقى لدي الوقت. إسماعيل أيوب خبير عسكري واستراتيجي كنت معي مباشرة من عمان، وشكرا للعقيد فايز الأسمر خبير عسكري واستراتيجي كان معي من غازي عنتاب. نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا، نفتح بعده الملف الثاني من تفاصيل، ابقوا معنا.